ايه هي شروط الأضحية في عيد الأضحى؟ أن تكون من بهيمة الأنعام. يعني ايه؟ جمل، بقر، خروف، أو ماعز. أن تبلغ السن المحدد لها. الجمل أو الإبل 5 سنوات، البقر 2 سنين، الماعز 2 سنين، الخروف 1 سنة. أن تكون خالية من العيوب، يعني ما تكونش عورة أو عرجة أو مريضة. وبيتم ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وليس قبل ذلك. لايك يا بيه، لايك يا فندي، نشترك في القناة. لايك يا مؤمنين، كل سنة وانتم طيبين جميعا. ما تنسوش تبعتولي ناي من اللحمة ومن العيديات. نفر نفر.